هي البحرين ودول أخرى، يعني مثل ما ذكرت سابقا، ضروري أنها تبني قدراتها، capacity building، بناء القدرات مهم جدا، لأن أنت دائما في سباق تسلح، مثل سباق التسلح اللي كان يصير بين أمريكا وروسيا مثلا، لكن هذه ما بين الجماعة الهاكرز والمدافعين عن الأمن السيبراني. الكل بين فترة وفترة أحد هالفريقين يصير هو عنده معلومات أكثر، عنده طرق أفضل، عنده وسائل أقوى من الآخر، وهو يعني شيء مستمر. فضروري أن يعني الدول أنشأت مراكز متخصصة يسمونها سيرت، Computer Emergency Response Task Force، ابتدت من أمريكا، من يعني حادثة مشهورة، وبعدين انتشرت في العالم. أنا سمعت أن مركز الأمن السبراني اللي في البحرين أيضا كان يعد شيء من هالقبيل، ويعني نرجو لهم التوفيق، وفيهم بعض طلباتنا الخريجين. فبناء القدرات الوطنية مهم جدا، لأن أنت في النهاية بعض الأمور الحساسة ما تقدر تتركها بالأوتسورسينج، ما تقدر تجيب خبير من خارج البلد ينظم لك الأمن السبراني، لأن أنت عندك أمور حساسة هو قد ينقلب عليك. فعلشان كذي أعتقد أن بناء الدراسات، بناء مراكز الأبحاث، بناء قدرات يعني الوطنية، هذه شيء جدا مهم.